دكتور مصطفى، كنت تتخيل وانت طالب في كلية علوم انك في يوم هتمشي ويبقى على صدرك قلادة العلوم اللي بياخدها عدد قليل جدا في الولايات المتحدة، وتبقى أول مصري وعربي بل الوحيد اللي يحصل عليها؟ الواحد يحمد ربنا على هذا طبعا. لا ما كنتش طبعا، لا يمكن. بس يعني أول طب كنت شايف نفسك هتبقى إيه؟ يعني أقصى حاجة كنت شايفها وأنت في كلية علوم إنك تبقى إيه؟ أقول لحضرتك إن اتكلمنا افتكر زمان أو على ده، أنا ما قدرتش أحصل على مجموع كلية الطب. عائلتي قالت عيد السنة أكيد السنة الجاية تعمل المجموع وتخش كلية الطب. فبعدين في نفس الوقت أنا كنت بحب الكيمياء، وكنت بحب يعني أقول مدرس كيمياء مش بطال يعني كويس. وكان في معهد المعلمين العليا اللي هو لو أخشه بالمجموع بتاعي كانوا حتى بيدوني طبعا إيكونوميك كل شهر كده علشان يشجعوا، بيدوك مصروف يعني مصروف يشجعوا الناس اللي بيحبوا العلم. يعني معهد عشان تبقى مدرس كيمياء، مدرس كيمياء واربع سنوات واطلع على طول تتعين على طول افضل بعد الاربع. اول ما دخلنا هناك بصيت لقيت الطلبه مش داخلين المدرجات. ايه يا اخوانا في ايه؟ كليه العلوم في جامعه القاهره بتاخد نفس كميه العلوم اللي احنا بناخدها وبيدوهم بكالوريوس، احنا بناخد نفس الكميه بيدونا دبلومه. عايزين نغير الشهاده بتاعتنا من دبلومه لبكالوريوس. يعني انت اصلا اللي دخلته ده عشان تبقى مدرس كيمياء ده ما كانش بيدي بكالوريوس، كان لا بيدي دبلوم بس. بيدوم دبلومه يعني معهد متوسط، دبلومه للعلوم رحت لقيت مفيش طلبه موجودين في المعهد لا وقاعدين بره، فبسالوا بتاع فقالوا. وبعدين قعدوا اسبوعين تقريبا، وبعدين كان المرحوم قاعدين معتصمين طه حسين كان وزير التعليم في هذا الوقت، فجي اتكلم معانا وكده. وبعدين في هذا الوقت صمم ان ياخد كل المعاهد العليا في القاهره ويعملها جامعه عين شمس. يعني انتوا اول دفعه لجامعه عين شمس؟ اول دفعه في عين شمس، وبدانا عين شمس. بقيت بقى كليه علوم من ساعتها بقى طبعا. ويعني وجابوا لنا احسن اساتذه من جامعه القاهره وبعض ساعات من جامعه اسكندريه كانوا بييجوا يدرسونا لان ما كانش عندنا اساتذه لسه. فتعلمنا تعليم كويس جدا. ومش بس كده، بعد سنه ثانيه خدوا الثلاثه الاوائل اللي انا كنت واحد منهم، وقعدنا خدنا سبيشال. كانوا الاساتذه بييجوا يدرسونا احنا الثلاثه بس كده، يعني تعليم لا يمكن احسن كده. شافوا فيكوا ايه بقى الثلاثه دول؟ والله اهتمام لا بقى. يعني انا عايزاك تتخلص شويه من التواضع الجم اللي عندك، مش عشان تبقى مرة عشان بس حظ. تحكي لنا يعني. لا مش حظ، ما هم لما ينقوا ثلاثه من الكليه اكيد في اسباب. جايز هم في انهم عايزين عايزين معيدين، فبيعلمونا نبقى معيدين تقريبا يعني فيعني كلها كان حظ مفيش كلام طبعا. وفعلا اتعينت معيد مع الله يرحمه دكتور علي الاطرش، كان صديق تمام. وبعدين ايه بقى بعدها بثلاث شهور، بعدها بثلاث شهور كنت انا كنت راح ازور صديق ليا، وكنا دايما يوم الخميس طبعا زي الشباب اليومين دول كنا نخرج من شارع عماد الدين نروح سينما او حاجه. فكنت اخده الساعه 6 فالعاده اللطيفه بتاعتنا 6 ديت يعني 7 8 7 ونص فوجدته مش لابس ولا اي حاجه. قال لي تعالى اقعد في الصالون هنا والبس، هتاخدني وقت بسيط جدا. فالصالون كان فيه ايه؟ الاهرام. انا دايما ما بقراش انا الجرايد، بس هعمل ايه؟ فاخدت الاهرام وتفتحهم وجدت ان استاذ امريكي يقدم لطالبين مصريين اللي خدهم 4 سنوات كيمياء، 3 سنوات فيزياء، 2 سنين رياضه، منحتين للمصريين دول. فقلت له اقدر اخد ال قال لي خد. ففعلا ودي كانت اول مره تقرا جورنال في حياتك؟ اول مره اعرف ان في حتى منحات لبره. فيعني سبحان الله وتعالى ما فيش كلام، كله حظ. لا انا مش هسالك على الجورنال، انا هسالك صاحبك ده حصل فيه بقى، ده كانت معاك في الكليه؟ خدت انا وقدمت فيه واديته برضك علي صديقي ده اللي هو كان معيد معايا، وهو راخر قدم، احنا الاثنين قبلنا فروحنا امريكا. انت وصاحبك اخدتوا المنحه للاستاذ؟ كل واحد خد منحه
يدرس مع هذا الاستاذ. غالبا العدد ده ما حدش في مصر كله وراه غير انت وصاحبك. يعني حظنا ان شفته علشان صديقي ده كان متاخر الحمد لله يعني. يعني لو كان فعلا موجود في نفس الوقت ونزلنا يمكن ما كنتش انا قاعد هنا. ما قلتش طب الحمد لله صحيح. الحمد لله.